عدد الشهداء الذين تم تسجيلهم في وزارة الصحة في غزة يقارب 4500 شهيد، 65% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 13000 جريح. الأزمة الإنسانية الأكبر هو بتوقعات بوجود المئات من المفقودين ما زالوا تحت الأنقاض، خاصة في حي الرمال وفي دير البلح ومناطق وسط قطاع غزة. هذه مربعات سكنية محيت بالكامل، هناك آلية حفر واحدة لرفع الأنقاض، وهذه الآلية لم تعد قادرة على تلبية كل طلبات الاستغاثة الموجهة من أحياء القطاع التي تتعرض للقصف. لذلك هناك العديد من العائلات ما زالت لم تنتشل من تحت الأنقاض. أتوقع بأنه أعداد الشهداء سترتفع بشكل كبير للأسف. نتحدث عن عائلات كاملة محيت من السجل المدني، وللأسف يعني سيحتاج القطاع الصحي في غزة أيضا إلى جهود كبيرة للتعرف، خاصة على أشلاء الأطفال التي تنتشل من تحت الأنقاض.